طبعا الخبر التالي عن مواطنة سعودية قررت أنها تقاضي زوجها بعد ما اكتشفت أنه خدعها. طبعا بدأت هذه القصة بعد ما طلب منها أنه ياخذ قرض شخصي قيمته 120 ألف ريال سعودي باسمها بحجة أنه يحتاج تسديد الديون اللي عليه. طبعا أنا كأني قاعدة أقرأ الخبر وعارفة إيش بيصير، ولكن المصيبة بعد ما عرفت الزوجة بنفس هذا المبلغ أو القرض اللي أخذه تزوج، والله إني حاسة تزوج عليها يا عبير، والله إني حاسة قررت أنها ترى فظيع هذا، قررت أن ترفع هذه القضية أكيد وتطالب بأنه يرجع لها المبلغ اللي أخذه منها. طيب وكرامتي ماي جاد وغبائي الأخبار والإحساس اللي أنا قاعدة أحس فيه أنه أنا قد إيش كنت شخص غبي. والله كنت هذا مين يرجع لي؟ أكيد أكيد هذا درس. أكيد طلب منك وعطاك الرقم 120 وما قال لك ليش، ما أعطاك فواتير، يقول لك ديون، تزوج، يقول لك ديون. يعني ديون إيش؟ ديون من زواجي، يعني مثلا من زواجنا الأول. ما عارف شو تسوي، هو ذكي وهي مسكي يا عمري. طيب هي إيش سوت دحين؟ لو يقولون اعرسوا تكفون. لا مو بكذا، لا 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 ما جد يعني جد شاذة، يا حالة شاذة طبعا الواحد، لكن الواحد إذا يحب من قلب ترى يحب من قلب، يعني هو ما يحب من قلب، وهي حالات مليون ريال احب بعقل ما يخالف، بس يعني مو درجة تثق فيه لهالدرجة. عاد في حريم كثير، حرام مرة مرة حرام. هذا صح، شكرا ودي، حريم كثير كذا. احنا فعلا عاطفيات، دائما يقول انه المرأة ضد الرجل ودائما المرأة تسوي، واحنا كلنا في سيدتي يعني ضد الرجل. لا احنا مو ضد الرجل، احنا ضد هذه التصرفات اللي قاعدة تصير. يعني من جد حاجة تغبن كده أقدر أغير السالفة عشان ما أفتري على الهواء. بس لا مو بغباء، معليش مو بغباء، خليكي مو بغباء. لا تعطين مرة ولا تشدين مرة. ودي قالت قبل شو أنت كنك أنت قلتي هذا غباء أو شيء؟ أيوه تحسين كذا؟ أيوه. أختي مو بغباء، لا لا حرام، لا غباء أجل وشو؟ تحبه طيب، لا معليش ما ودي ناخذ. لا بس رافع عليه قضية، البنت رافع عليه قضية، برافو عليها شوي، هذا أهم شيء. هي قررت انه هي تتحرك اوكي في القضيه، واللي بيقولون والله القانون لا يحمي المغفل. لا 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 لا، حتى لو ضحك عليها في البدايه وحتى قرض باسمي واعطيك اياه على اساس تسدد ديونك تروح تزوج فيه، معلش انت كذا استغليتني. ما ادري، انا اشوف انه هو ما له دخل، هو سوى خطته ومشيت عليها. هي انت معنا ولا معاه؟ انا معاها، هي انا رحمتها، بس انه هو ذكي. يعني هي القرض اخذته باسمها، هو ايش بيسوي؟ ايش بيسوي لها؟ بس شوي اودي، ترى تقدر تحلها، ترى لا لا تقدر تحلها. انت اللي اخذت القرض، هو ما ضربك على ايدك قال لك خذ القرض، ما كتب على نفسه ورقه، الا اذا كان كاتب على نفسه ورقه هذا شيء. ما ندري احنا ايش صاير، ما اتوقع انه اللي ماخذ القرض واحد زي كذا. انا اتحدى اذا كان كاتب على نفسه ورقه. لا انا مره ودي اسمع تكمله هذا الخبر، يعني ان شاء الله يا رب في الايام ندور عليها. نعم انا معنا. الحين من بعد الحلقه بطلع ادور ايش صار، ادور عليها. لا بصراحه الشيء الكويس في الموضوع انه هي اقامت دعوه، ما رضت انه هي تسكت عن حقها وما رضت انه هي تتنازل. يعني تشتكي ايش من كان، المهم تطلع عينه شويه تحسس انه لا حبيبي مع نفسك، يعني مو لهذه الدرجه. خلونا غير الخبر رجاء عشان ما غير الموضوع مستفز. خلوني اخذكم